السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم بقناة أولادي كل حياتي. كل سنة وانتم طيبين وكونوا بخير يا رب وبصحة وبسعادة إن شاء الله. ناويين نعمل الكحك الجميل اللي انتم شايفينه قدامكم ده بطريقة سهلة وبسيطة، مش تاخد في ايديكم وقت بإذن الله. مكوناته مفيش أسهل من كده ومفيش أسرع من كده. ويا جماعة انتم حابين تحطوا سكر عليه، ده بألف هنا وشفا براحتكم. أنا حابة إن أنا أطلعلكم بالشكل ده، شكله كده عاجبني جدا. وانتوا حابين تحطوا سكر عليه حطوا سكر عليه، انا قلت اطلعه بالشكل ده عاجبني. طبعا انا بحبه كده من غير سكر. بصوا دي كده القراقيش ما شاء الله عليها بألف هنا وشفا. وده كده الكحك بتاعي مدور، وده كده كحكايه صغيره. بصوا السوا عامل ازاي ما شاء الله بألف هنا وشفا. يلا خشوا شوفوا المقادير معايا ومجروش الفيديو يا جماعه عشان تقدروا تستفادوا منه. ما تنسونيش في اللايك يا جماعه لو الفيديو عجبكم، والشير، واللي مش مشترك في القناه يشترك عشان كل جديد يوصل لكم. وكل عام وانتم بخير، ويلا نخش نشوف المقادير معانا تاني يا جماعه مع بعض عشان اوريكم طريقه الكحك بتاعتي. معايا كده كوبايتين سمنه، بصوا باردين خالص يا جماعه، انا كنت اتحاهم وبعد كده بردوا معايا بالشكل ده عشان انا هعملها سمنه بارده مش هعملها سخنه خالص عشان تبقى دايبه في البق كده. ومعايا كوبايه لبن دافيه يا جماعه عشان الخميره، ومعايا هنا في الكوبايه دي معلقتين سكر عشان اختبر الخميره فيها زي ما اتعودنا، ومعايا 3 معالق سمسم، ومعايا هنا بيكنج باودر، ومعايا ملح، ومعايا ريحه كحك، ومعايا ده كيلو دقيق يا جماعه، وده كيس خميره ده اللي انا هستخدمه. تعالوا اوريكم ان شاء الله نعمل مع بعض ازاي. اول حاجه يا جماعه نختبر الخميره، نحط كده شويه لبن الكوبايه دي كيس اتفتح مني قوي، مفيش مشكله حقنيه الحمد لله اهو. هنقلبه كده طبعا يا جماعه. انا نخله الدقيق، لازم الدقيق بتاعنا يكون دقيق نظيف، دقيق المخبوزات الكحك يعني. كل ما بتجيبي الدقيق نظيف كل ما يكون احسن. طلع الحاجه معاكي نخله كده، نركنه كده على جنب. نجيب بقى الحاجه بتاعتنا، معايا طبعا كيلو دي انا نخلاه، نحط المواد الجافه عليه، ذره الملح، بيكنج باودر، دي معلقه ودي معلقه، دي ذره كده وحاجه بسيطه عشان هو كيلو دي واحد بس. نحط بقى يا جماعه 3 معالق السمسم، حط بقى ايه كوبايتين السمنه بتاعتي، نقعد بقى نقلب فيهم لغايه ما السمنه تختلط في الدقيق كده كان بيسون بالمنظر ده كده. كل حاجه عندي بارده، ما بياخدش معانا عجن جامد يعني، هي حاجة بسيطة كده. بصوا كده يا جماعة السمنة اختلطت بالدقيق، بصوا كده رملي كده كلها كده، ما بصوا مخليش قطعة الدقيق كده ما تخشعش السمنة كده. نحط بقى الخميرة بتاعتي، حابين تخلي السكر بودره معلقتين دول يبقى احسن برضو. انا عندي سكر حبيبات حطيته كده ما شاء الله، شكلها العجينه ناجحه ناجحه يعني باذن الله. نحط بقى اللبن تدريجا كده عشان افرض ما خدتش الكوبايه كلها، يبقى نحط كده حسب ما تاخد معانا كده. بس انتم مشوا والله يا جماعه معايا الخطوات دي بالظبط، والله ما شاء الله تطلع عجينه جميله وناعمه ومش مفلقه خالص وناجحه باذن الله، وهتدعوا لي.
طبعا محتاجه شويه لبن تاني، هحطهم كلهم كده. كده خدت معايا شوب كده لبن كوباية دي كده يا جماعة، وهعجن لو احتاجت تاني هديها، ما احتاجتش تاني خلاص. انا عندي اللبن دافي عشان يفعل الخميرة معايا على طول، طبعا مش سخنة قوي عشان ما يفسدش برضو الخميرة. بصوا انا هكمل عجن عشان كده طولت عليكم، هكمل عجن واوريكم الملمس الاخر بتاع العجين. بصوا يا جماعة ما شاء الله عليها، خلاص الله اكبر كده تمام. هسيبها بقى ترتاح كده، خلصت عجن. عشان مصداقية يا جماعة خدت معايا كمان نص كوباية لبن، يعني كوباية ونص من الشوب دي خدت معايا على كيلو الدقيق. ولازم السمسم يا جماعة يكون متحمص، لو انتوا جايبين ابيض ممكن تحمصوه انتوا على البوتاجاز. خلاص كده يا جماعة فهمنا، كوباية ونص كده من اللبن عليها على كوبايتين كيلو الدقيق، بياخد قد نص كيلو سمنة تمام. انا كوبايتين معايا حوالي نص كيلو، فيعني كيلو دي على نص سمن، كوبايه ونص لبن زي ما انتوا شفتوا كده قدامكم. ودي كده العجينه بتاعتي، خلاص هسيبها بقى ترتاح وان شاء الله اوريكم واحنا بنشكلها. كده يا جماعه بعد ما العجينه ارتاحت معايا خلاص كده هقطعها اهي كده صغيره كده، نعملها كده شمال ويمين. بقى حته ملبن كده، بصوا يا جماعه انا معايا الملبن مكوراه ومجهزاه، ومعايا برده العجوه مصبعاها كده بالشكل ده ومجهزاها للعمايل على طول. نقفل بقى كده بحته العجينه بالشكل ده كده اهي، ما شاء الله عليها مش مفلقه ولا اي حاجه. طبعا يا جماعه اللي حابب ينقش ينقش، واللي حابب يسيبها ساده دي براحتكم. هنقش كمان واحده قدامكم، نحط في قلبها كده ونغطي عليها. ودي التانية يا جماعة، نعمل بقى اشكال كتير زي ما احنا حابين. نعمل بقى شوية قرقيش، ناخد كده عجينة حلوة كده نعملها كده في نفردها على الرخامة. بصوا بقى نحط العجوة كده، نقفل بقى كده عليها ونبططها بقى كده. نسويها الأول يا جماعة كده، ناخد الزيادات بتاعتها دي كده نحطها تاني في العجينة. نعمل منها اشكال كتير زي ما احنا حابين يعني. بصوا تبقى العجوة بالشكل ده كده، نعمل اشكال زي ما احنا حابين براحتنا. احنا بنعمل حاجة في البيت حلوة اولادنا، نعمل شكل تاني. دي كبيرة كده،
ونعمل كحكاية كده وننقشها بالشكل ده كده. برضو حابة اعمل معاكم اشكال كتير. بصوا يا جماعة معلش الفيديو فصل وانا بقوله قدامكم. بصوا الكحكاية اللي انا بقول لكم عليها اهي، ودي القراقيش اللي انا عملتها بالعجوه اهي، وده الكحك الصغير اللي انا عملته نقشته. هسويه ان شاء الله على درجه حراره 180 باذن الله، واوريه لكم في الاخر. ما شاء الله ده الكيلو عمل معايا الحاجات الكحك ده وده، وفي شويه قراقيش تانية حطيتهم في الفرن. ورجعت تاني يا جماعه معاكم بعد ما بسم الله ما شاء الله الكحك بتاعي استوى خلاص. دول عملوا الكميه دي كلها كيلو، عمل الكميه الثلاث اطباق دول. دي القراقيش اللي احنا عملناها معاكم. طبعا الفيديو فصل ما لحقتش اكمل معاكم، بس انا بوريكم بتعمل ازاي. دي القراقيش، ودي الكحكه المدوره، ودي الكحكه الصغيره اهو ما شاء الله السوا. لو اكبر، لو اكبر ما شاء الله عليها زي العسل اهي. طبعا من كيلو دي على كوباية ونص لبن على كوبايتين سمنة، حوالي يعني نص كيلو. اظبط كده الموبايل عشان اكسرها لكم. بصوا كده يا جماعة، بصوا ما شاء الله، الله اكبر عليها بألف هنا وشفاء. بصوا دايبه خالص خالص، تتكسر في ايدي بقى شايف علينا طبعا. وبصوا القراقيش بتاعتي عجوه كده طالعه منها ما شاء الله عليها زي العسل. طبعا انا باكل يا جماعه مش عارفه اتكلم خالص. كيلو دقيق ونص سمنه وكوبايه وربع لبن ومعلقه بيكنج باودر، كيس خميره، رشه ملح، ذره ملح كده صغيره، مع معلقتين سكر كده ندوبهم كده، نختبر الخميره زي ما احنا ورينا لكم. هو ده كده يا جماعه طريقه الكحك بتاعتي، ويا رب يكون عجبتكم. نقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله.